المنتدى الجهوي للمنتخبين التجمعيين التائم هنا بأكادير بجهة سوس مساء في المحطة ديالو العاشرة. ما ميز هذه المحطة هو كما عينته هو تعبير من طرف هذا الحضور الحاشد ما يقارب 1600 اكثر من 1600 منتخب ومنتخبه اللي عبروا على تجديد التعبئه ديالهم حول قياده الحزب وتجديد التعبئه ديالهم بعد سنتين وثلاث شهور من بدايه الانتداب على انهم معنيون ومصرون ومتشبتون بانهم يمشيوا الى بعد الحدود في الورش وفي المعركه ديال التنميه المحليه وبانهم بدون قيد او شرط بلا هواده سيلتفون حول البرامج ديالهم حول البرنامج الحكومي. وطبع هذا المنتدى طابع خاص اللي هو ديال التصادف ديالو مع الاحتفال براس السنه الامازيغيه الجديده هنا في سوس تحديدا هنا في اكادير دقة وتحديدا عنده طعم خاص هذه السنة مرا توجيه الأمر الملكي السامي بجعله عطلة رسمية مؤدى عنها وبجعله رمزا من رموز الوحدة والتنوع ديال الدولة وديال الأمة المغربية. اليوم نحن مفتخرون ونحتفل بكل ما تحمل الكلمة من معنى الاحتفال عكس محطات سابقة الاحتفالات السابقه اللي كانت كتسم بالطابع ديال الترافع وديال المطالب وديال المطالبه بهذا الاقرار الرسمي وبهذا الشرعيه المؤسساتيه. فاسكواس يغودانا مباركي اسكواس اللي هنا دفول كيت مازير النغ كلوت المغرب تكون ان شاء الله مساعده للفريق اللي كيشتغل على المستوى الوطني وهذو المخرجات ديالكم ديال جميع المنتخبات والمنتخبين.